ظهر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في تسجيل مصور جديد نشرته إحدى المواقع على شبكة الإنترنت. تحدث الظواهري خلال التسجيل الذي قال إنه يأتي بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر. تحدث هو وقادة آخرون في تنظيم القاعدة عن أحداث وقعت العام الماضي بما فيها الأزمة المالية العالمية وانتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما للدلالة على حداثة تاريخ التسجيل.